بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، اللهم في كل وقت وحين، اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. فكأين قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صدق الله العظيم. لقد كان لأم المؤمنين السيدة أم حبيبة رضي الله تعالى عنها لها فضل كبير في رواية الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وليها فضل عظيم كذلك كسائر أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن في تعليم المسلمين الحديث النبوي الشريف. وطبعا كان لها تلامذة، لها مريدون، لها طلبة علم نقلوا عنها هذه المرويات، وروى عنها أخوها معاوية وعنبسة وابن أخيها عبد الله ابن عتبة ابن أبي سفيان وعروة ابن الزبير وشهر ابن حوشب وأبو سفيان ابن سعيد ابن الأخنش، وهي خالته في نفس الوقت، وأبو صالح ذكوان، وكمان صفية بنت شيبة وزينب بنت أبي سلمة وغيرهم. لكن دول أشهر تلامذتها وأشهر طلاب العلم اللي نقلوا عنها ما روته من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. محتوى المرويات اللي روتها أم المؤمنين السيدة أم حبيبة متنوع، يعني منها مثلا حديثها المشهور اللي روته في تحريم الربيبة. الربيبة دي اللي هي بنت الزوجة اللي بتتربى في حجر زوج أمها، إنها بتحرم على زوج أمها وأخت المرأة كذلك. وأيضا مما روت حديثها الشهير في فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعد الفرائض، وده أيضا مشهور من أشهر المرويات اللي روتها أم المؤمنين السيدة أم حبيبة. وروى هذا الحديث في فضل التنفل سواء كان مقيدا أو مطلقا، روى عنها معظم تلامذتها اللي ذكرناه. والحديث عن أم حبيبة بنت أبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة سجدة، يعني صلى 12 ركعة، ثنتي عشرة سجدة سوى المكتوبة بني له
بيت في الجنة، اللهم اجعلنا منهم. والحديث هذا الذي ترويه ستنا أم حبيبة طبعا هو أخرجه الإمام أحمد في مسنده، والمعنى بتاعه أنه بيقصد أو بيفهم من المروية إما صلاة السنن الراتبة اللي هي قبل وبعد الفرائض، اللي هي السنن اللي احنا عارفينها الاثنين اللي قبل الفجر، اثنين واثنين اثنين قبل الظهر واثنين بعد الظهر، والاثنين بتوع بعد المغرب واثنين بتوع بعد العشاء، على اختلاف بقى في بين الفقهاء ما بين سنة الظهر. فهي بتتكلم على ال 12 ركعة اللي بيصليهم الإنسان تنفلا، إما المقصود بيها التنفل المقيد اللي هو مرتبط بالصلوات المكتوبة الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، أو السنن اللي هي مطلقة مطلق النفل وهو اللي بيتطوع به الإنسان من الصلاة. يعني سواء فهمنا من الحديث إنه ده خاص الذي يبنى له أنه إذا تطوع المرء ب 12 ركعة في اليوم والليلة بني له بيت في الجنة، سواء كان مقصود بها السنن الراتبة اللي هي مقيدة بالفرائض أو مطلق النفل، إنه لو واحد تطوع بصلاة 12 ركعة في اليوم والليلة برضو ينطبق عليه هذا الحديث أنه يبنى له بيت في الجنة، فاللهم اجعلنا منه. برضو من يعني هي مرويات المرويات اللي روتها ستنا أم حبيبة كانت أحاديث في موضوع وجوب الإحداد للمرأة المتوفى عنها زوجها، وعدم وجوب الإحداد في المرأة المتوفى عنها زوجها، وعدم جوازه لغير الزوج فوق 3 أيام. يعني إن الست تلتزم أو التزام المرأة المتوفى عنها زوجها بأداب وأحكام الحداد من ترك الزينة، وإنها بتلتزم بالالتزام الزماني والمكاني اللي هي العدة الزمانية والمكانية، وهي للزوج 14 أشهر و10 أيام، فهي بتلتزم بالعدة وبالحداد في هذا الزمان، ولغير الزوج ألا يزيد الحداد عن 3 أيام. والرواية بتاعتها يعني رواية السيدة أم حبيبة لهذا الحكم الخاص بالنساء في باب الإحداد من المرويات اللي يعني بتنبه إلى مدى فقه أم حبيبة رضي الله تعالى عنها، وبتنبه إلى مدى محافظة ستنا أم حبيبة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، مدى محافظتها وحرصها على الالتزام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتمسكها بتنفيذها. إذ لما جاءها نعي أبي سفيان من الشام، لما جاء نعي وأبوها أبو سفيان، ما هي رملة بنت أبي سفيان بن حرب، ده اسمها الكنية بتاعتها أم حبيبة، هي اسمها رملة بنت أبي سفيان. لما جاءها وفاة خبر وفاة أبوها من الشام، دعت أم حبيبة، يعني أمرت اللي بيساعدها إنه يجيب لها بصفرة، في دعت ده في اليوم الثالث بعد 3 أيام. فعملت ايه؟ الصفرة دي مسحت بيها عارضيها وذراعيها. الصفرة هي نوع من طيب مخلوط بزعفران أصفر اللون، يعني منه عطر ومنه زينة تزين للوجه وللجلد، فمسحت عشان تقطع الحداد، مسحت بيه عارضيها اللي هو جانب الوجه أو صفحة الخدين وكذلك الذراعين، يعني هو طيب وتجميل في نفس الوقت. ثم قالت رضي الله تعالى عنها: إني كنت عن هذا لغنية، أنا يعني مش محتاجة قوي ده، يعني فيعني بتقول يعني أنا مالي بالطيب والتزين من حاجة، لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج، فإنها تحد عليه 4 أشهر و10. النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الشريف بينظم مدة الإحداد اللي المفروض المرأة بتكون فيها، للزوج 4 أشهر و10، غير الزوج ما نزيدش عن 3 أيام. فهي لما جاءها نعي وأبوها
اللي هو أبو سفيان إنه توفي، فهي عملت إيه؟ قطعت بعد الثلاث أيام الحداد، بأنها الحداد معناه إنها بتترك التزين وبتترك التعطر، بتترك يعني يعني بيبقى فيه التزام بهذه الأداب والأحكام، لغير الزوج ثلاث أيام الإحداد، للزوج أربعة أشهر وعشرة. فهي بعد ما مرت ثلاث أيام بعد وفاة والدها وخلصت الحداد عليه، قالت لهم، أمرت البنات اللي بيساعدوها، هاتوا لي الصفرة دي اللي هي طيب عطر فيها رائحة طيبة وفيها مادة تجميلية تزين الوجه والجلد. والحقيقة احنا بنتعلم من الموقف ده، من هذه المروية، وهي هنا مش بتروي الحديث بس، هي بتروي اللي سمعته وهي تصرفت ازاي تجاه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا بنعرف خطر من يدعي ان يقول السنة ما كانتش موجودة وانها اتكتبت في القرن الثاني والثالث، وده كلام زي ما قلنا لحضراتكم قبل كده تكلم به اهل الاستشراق سبيلا للطعن في القرآن الكريم، مش بس يطعنوا في السنة، لا كمان عايزين يوصلوا للطعن في القرآن، لأن فكرة الوحي عند بعض المستشرقين في الغرب هو رافضها، هو مش قادر يقبلها، هو عايز يشوف كل حاجة قدامه، فهو رافض فكرة الوحي، الوحي سواء كانت السنة أو القرآن الكريم. فهم أول من ابتدع فكرة إنه السنة دي قعد المسلمين كده في القرن الثاني قعدوا يألفوها. جم بقى بعدهم هؤلاء المتأسلمين أو المنتسبين إلى الإسلام، إنه ما يفهموش وما يتعلموش، وبعدين يتكلموا في هذا الدين اللي هو علم بجهل وبغير علم، يقول لك لا ده السنة لم تكتب، وهم بيكرروا كلام بعض المستشرقين حول السنة، وده كان واخدينه طريق للطعن في القرآن الكريم، لأن اللي زي ما قلنا لحضراتكم من حمل القرآن الكريم من الصحابة هم نفسهم اللي حملوا كذلك السنة النبوية المطهرة. شفت أمنا ستنا أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان إزاي تصرفت لما جاءها نعي والدها، فقهت يعني فهمت معنى ومراد الحديث الشريف الذي تلقته وتعلمته وسمعته من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم طبقت وأنبأت من كان يسمعها إنه لولا أنها سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمعت في شأن إحداد المرأة عموما على زوج أو على غير زوج، ما قطعت الإحداد بهذه الصفرة التي طلبتها، لأن المرأة في إحدادها معروف أنها بتترك كل ألوان التزين. بنتعلم كمان من هذه المروية التي روتها أم المؤمنين السيدة أم حبيبة، إنه إذا كان من طبيعة الحياة الدنيا إنها بتموج بالعديد من المتغيرات في الأحوال وفي الظروف وفي الحوادث، طبيعة الحياة كل يوم أحوال وظروف جديدة وحوادث متغيرة ومتنوعة، إحنا أغيار كل يوم بحال غير، فبتتبدل تبعا لذلك أحوال الإنسان ما بين لحظة والتانية، وفقا لسنة الله تعالى اللي أجراها على خلق التغير. فإذا تبدل حال المرأة وفقدت عزيزا كزوج أو أبا أو أخ، دخلت في حدادها الذي حدده الشرع، حدد الضوابط بتاعته ومدته قد إيه وشكله إزاي، دخلت في الحداد وتركت زينتها، فإذا منقض الحداد عادت كما كانت إلى سابق فطرتها من عادة النساء في حب التزين والتجمل، وده برضو بنتعلمه من هذه المروية، بل ويجب عليها أن تعود لطبيعتها تلك التي فطرها الله تعالى عليها، وهي حب التجمل الذي هو أصل فطري في فطرتها، ولكن هو التجمل بقدر من الاعتدال المحمود ودون إسراف مذموم. القصد يبقى في الإنسان أو المرأة تعتدل في هذا الأمر، لأن الشرع لا يمنعها ذلك، إنما يقول يأمر بالانضباط والاعتدال في ذلك. فها هي رضي الله عنها ستنا أم حبيبة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم تقطع الحدادة بطلاء خديها وذراعيها هذا القدر من الزينة المعتدلة اللي بتنير الوجه والجلد وتجمله، وكذلك تطيبه بأطيب الطيب،
لتعود إلى طبيعة حالها وتعلن انتهاء حدادها استجابة لأمر ربها. الحقيقة أمنا السيدة أم حبيبة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم روت العديد من المرويات، روت في باب الحج، وروت في استحباب دفع الضعفة من النساء وغيرهن من المزدلفة إلى منى في أواخر الليل قبل زحمة الناس. وهذه المروية أحدثت انفراجة للكثير في مسألة الفتية في باب الحج. فشوفوا هذا العلم الذي يروى كم فيه من الخير للمؤمنين والمؤمنات. روت كذلك في أبواب الطهارة، يعني ترك الوضوء مما مسته النار، روت في موضوع في صلاة الرجل في الثوب الذي جامع فيه ما يجوز للرجل من المرأة الحائض، روت رضي الله تعالى عنها في أبواب الصوم، روت في الدعاء، كما كانت رضي الله تعالى عنها يعني دقيقة جدا في كل هذا النقل، ودقيقة في تعليم المؤمنين والمؤمنات رجالا ونساء، كما كانت ستنا أم حبيبة رضي الله تعالى عنها عندها صفاء قلب كده مع ضرائرها، يعني كانت حسنة الصلة بأمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن جميعا. هي زوج لرسول الله وهن كذلك رضي الله تعالى عنهن وعلى نبينا الصلاة والسلام. هي كانت حريصة على ودها مع أمهات المؤمنين مع ضرائرها، وحريصة على استرضائهم. وده تلمحه قوي أنها في اللحظات الأخيرة في حياتها، يعني قرب وفاتها كده، استدعت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها عشان تقول لها أمر غاية في الأهمية بالنسبة لها ولقلبها الحاني. وده بيروه لنا عوف بن الحارث، عن عوف بن الحارث قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: دعتني أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عند موتها، فقالت لعائشة: قد كان يكون بيننا ما يكون بين الضرائر، قد كان يكون بيننا ما يكون بين الضرائر. يعني انت عارفة الضرائر هيكون ما بينهم شحناء، بغضاء، نزعل من بعض، نغير من بعض، ربما نتكلم على بعض. فيعني هي بتقول لها ده طبيعي ان هيكون بيننا ما بين الضرائر. فغفر الله لي ولك ما كان من ذلك. ربنا يسامحني أنا وانت لو بدا أو ظهر منا خلال المسيرة دي في الحياة أي شيء من كده. فقلت، سيدة عائشة بتقول: غفر الله لك ذلك كله، وتجاوز، يعني حللتي أو حللتي من ذلك، يعني هي أحلتها من كل ما ربما يكون حصل ما بينهم. فبتقول لها ربنا يغفر لي ويغفر لك وأنت في حل، يعني من أي حاجة كانت تجاهي أنت قلتيها أو أي حاجة كانت تجاهي أنت عملتيها. فقالت لها ستنا أم حبيبة: سررتني سرك الله، سررتني سرك الله، أنت فرحتيني، ربنا يفرحك زي ما أنت فرحتيني. وعملت كده ستنا أم سلمة مع باقي نساء النبي، أرسلت كذلك إلى أم سلمة فقالت لها مثل ما قالت لأمنا السيدة عائشة. وبنتعلم من ده إن الإنسان على قدر طاقته يستسمح الناس. طولت لساني على حد، أسأت إلى حد، اغتبت، أخذت شيء، رد المظالم، واستسماح أصحابها. وشوفوا من فقه أمنا أم حبيبة رضي الله تعالى عنها إنها حبت تلقى الله، وهي استسمحت من ظنت إنه في كان شحناء أو غيرة أو بغضاء، طبيعتنا في هذه الحياة الدنيا. وهن صفوة البشر، هم بشر يصيبوا ويخطئوا لكنهم صفوة البشر. نتعلم من بيت النبوة ونتعلم من أزواج النبي رضي الله تعالى عنهن. فشوفوا هذا الجمال، إن إحنا يحرص الإنسان دايما على الاستسمح، نستسمح بعض، سامحني لو قصر، حتى قصرت ما قصرتش خذوها عادة، سامحني يا فلان، مسامحني في أي تقصير في حقك، فيرد علي هو كمان كده، ويبقى دي عادة فيما بيننا. وهذا مما وبالذات في عند مرحلة الموت، قرب الموت، مرض الموت، عند استشعار الإنسان بأنه دنا أجله، فعليه أن يستسمح أصحاب الحقوق وأنه يرجع لأصحاب المظالم حقوقهم.
الحقيقة ستنا أم سلمة تجسدت بالنسبة لنا في هذا الموقف، أو تجسد في وفاتها رضي الله تعالى عنها، روح الحب والألفة بينها وبين أمهات المؤمنين الباقيات عند لحظة أو عند دنو أجلها، عندما يعني طلبت كما رأينا من السيدة عائشة أنها يعني تسامحها من أي شيء يعني عملته، فهي بتقولها أنا خلاص مسامحاكي وحللتك من أي شيء ربما أنت خايفة منه، واستغفرت لها كذلك رضي الله تعالى عنها. ماتت بالمدينة سنة 44 يعني عن 68 سنة، 44 هجرية وكان عمرها 68 سنة. ماتت في خلافة أخيها معاوية ابن أبي سفيان، فتوفيت أم حبيبة رضي الله تعالى عنها زي ما قلنا 44 أو 44 هجرية، وهي كانت ولدت قبل البعثة ب17 عاما رضي الله تعالى عن أمنا السيدة أم حبيبة زوج النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، عن سائر أمهات المؤمنين، ورضي الله عنهن في الدور العظيم الذي قاموا به وقاموا فيه برواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرضي الله عنهن وجزاهن خيرا عن الأمة بأسرها. واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه في كل وقت وحين. أهلا ومرحبا بكل مشاهدينا الكرام، مشاهدي القناة الأولى المصرية والفضائية المصرية وقناة أن، مرحبا بالجميع. سريعا ننوه إلى صفحتنا، الصفحة الرسمية لبرنامج قلوب عامرة. أحذر من الصفحات المزيفة المنسوبة إلي، أرجو شدة الحذر. معانا أستاذة هدى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ازاي حضرتك؟ بحبك جدا جدا بجد والله، بحبك بجد، ربنا يبارك فيك. ربنا يجعلك من سعداء الدنيا. وشكرا جدا على اللي انتوا بتقدموه لنا والله، نصايحكم واستفادتنا بالبرنامج ما شاء الله عليكم، ربنا يجعله في ميزان حسناتكم يا رب. امين. مش عايزه اطيل اكتر من كده، وبعد اذنك عندي سؤالين لو سمحتي. اتفضلي اتفضلي يا استاذه هدى. السؤال الاول، انا يعني بابايا ومامتي متوفين، ما كانش ليا غير اخ واحد، كان يعني كان لاخر فتره كان هو مراعيني ومخليني يعني مخليني ان انا ابقى اول اهتماماته، وربنا كرمه وخطب اتجوز. بعد ما اتجوز بقى حياتنا كلها اتغيرت، هو حرفيا جاب لي مكان بره الشقه بتاعت بابايا ومامتي، وقعدت في الشقه دلوقتي متزوج وسابني، واللي هو ما يعني ما بيسألش عليا خالص ولا اي حاجه بقى، يعني بعد ما كنت كل اهتماماته. انا بابايا ومامتي توفوا في حادث، والحمد لله هو طلع اقل خسائر فينا، وزوجته مقويه على دوت. انا بس بحاول ان انا الجا له وبحاول ان انا اوصل له عشان ما اقطعش الارحام. واستمري. يعني مش عارفه، ما بيرضوش بدوت، وزوجته بتقطع علينا كل اي حاجه ممكن نتواصل بيها مع بعضنا. جدا السؤال الاول، انا هبقى حرام عليا يعني في ان انا بحاول اوصل له اي حاجه، بحاول ان انا يعني اول اسال على اخويا. هو بقاله قد ايه متجوز يا هدى؟ دلوقتي بقاله سنه وثمان شهور. ربنا رضاه ولد. وما اعرفش عنه اي حاجه خالص، ما بيسالش عليا. هيرجع ان شاء الله يا رب. السؤال الاول، انت بتقولي هل يحرم عليا ان انا اوصل له اي شيء، بمعنى انه لما يحصل من زوجته حاجه، ولا لما انت يعني ان انا اتواصل معاه كان مثلا يعني ايه، انك تحرصي على التواصل معاه. احرص ان احنا اخوات، ولازم حتى نبقى استمري ولا تيأسي، خليها هي اللي تيأس مش انت اللي تيأس. ربنا يصلح حالها وحال الجميع. امين امين. ده السؤال الاولاني. السؤال الثاني، انا الحمد لله ربنا مرضيني، يعني ربنا الحمد لله مرضيني من الحادث اللي انا عملته او كده،
انا لسه ما اتزوجتش يعني، يعني ربنا ما دين دي اعاقه، فكنت في اعاقه في ايديا الاثنين، فمش بعرف ان انا يعني اتعامل مع اي حاجه نهائيا، يعني مش بعرف اوصل لاي حاجه نهائيا، لازم حد يساعدني في كل حاجه بمعنى اصح. طيب انا دلوقتي ليا معاش عن بابايا الله يرحمه، كان شغال وماليه معاش كبير عنه او كده، مش كبير يعني الحمد لله مستوره، وعايزه اجيب اللي هي الاطراف اللي هي بتتركب. في عندي طريقين، الطريق الاولاني ان انا اجيب قرض من شخص وان هو هيسده يعني هسدده له على اجزاء، بس شايفه النسبه بتاعت الفايده يعني هتعادل ان هي هنخش في حرمانيه الربا. يعني هو الجهازين على بعض هيعملوا معايا 29,000 جنيه، هو هيدهمني 49,000 جنيه، مش هيجيبهم لي انا اللي ايه، انا اللي هجيبهم، هاخد مال يعني. طب هو ما يعني مش هو اللي هيشتري الحاجه وبعد لا كده؟ لا انا، ما انا عشان بوصل لحضرتك بالظبط عشان تديني يعني يعني انت بالفعل هتاخدي مال في مال مقابل مال. 29 هرجعهم له 49، انا معايا يعني هو ياخد مني كل شهر، انا المعاش بتاعي والطريق الحمد التاني، لله. والطريق التاني في الطريق طريقين. التاني الطريق التاني ان انا هاخد ذهب من واحده ست وهرده لها برضو، بس بزياده ذهب 5 جرام، 5 جرام على اللي كافي اللي هم 39 29,000 جنيه. يعني انت هتاخدي منها 5 جرام ترجعيهم كام؟ لا هاخد اللي يكفيني على 29,000 وهرجع لها فوقيهم 5 جرام زياده. يعني انت هتاخدي فلوس ولا هتاخدي ذهب؟ لا هاخد ذهب وارجعه زياده ذهب، يعني يعني مثلا ذهب ذهب مقابل ذهب بزياده. بالظبط كده، بالظبط كده، هم ياخدوا هيها مني زي المقابل. نعم هي يعني النفس بتقترض بزياده بفضل. بس دوت ذهب ودوت مال، وهم هياخدوا كل شهر 2500 جنيه اللي هم المعاش بتاعي. ياخدوا المعاش يعني كله؟ انت هتعيشي، 2500 وانت جنيه هتعيشي ازاي لما ياخدوا المعاش كله؟ ان شاء الله هشتغل باذن الله، باذن ربنا الله يفتح هشتغل ان شاء عليك، الله. ربنا يفتح عليك. شكرا جدا. عفوا. استاذة أميمة، يا استاذة أميمة. أستاذ أحمد، تكلمنا. السلام تاني. عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أستاذ أحمد. كل الاحترام والتقدير لحضراتكم وفريق العمل، وأزادكم الله من فيض علمه. آمين. وجعل الله هذا العلم والعمل في ميزان حسناتكم إن شاء آمين. الله حضراتكم آمين. وفريق العمل. آمين، ويجعله حجة لنا لا علينا. وينفعكم بما علمكم آمين. إن شاء الله. آمين أجمعين. مع حضرتكم احمد عروج من غرب شبرا الخيمه. اهلا بيك يا استاذ احمد. شكرا جزيلا. اهلا بيك يا دكتوره. اتفضل يا فندم. في ظل الازمات الاقتصاديه الطاحنه التي يمر بها العالم، وبالتالي ارتفاع التضخم على مستوى العالم، ويليه طبقا لهذا ارتفاع في اسعار السلع، ما نعاني منه ونعاني منه العالم كله. دي حقيقه. عايز بس من حضرتك توضحي للسادة التجار، لبعض التجار وليس جميع التجار فوق رؤوسنا وملء عيوننا، ويزيدني شرف أن أعترف بشرفهم وأمانتهم، ولكن بعض التجار عايز أعرف من حضرتك بس، وهم يعرفوا حكم الشرع فيهم في احتكار السلع وتخزينها وحجبها عن المواطنين، انتظارا منهم ان يبيعونها في ظروف اخرى اعلى بأعلى سعر، ويعتبرون ذلك دكتوره مهاره في التجاره. هل عندي حق في ذلك ام لا حضرتك ليك كل الحق، وحضرتك يعني بتتكلم بلغة راقية وفيها حفاظ على مشاعر الناس ومشاعر التجار، وانت بتتكلم مش بتعمم، ما بتتكلمش أهلينا. بطريقة منهم التعميم منا. نعم أخي الفاضل. ولكن بس عايز حضرتك تقومي أو نصائح أو حكم الشرع على بعض القلة القليلة التي تقوم بهذه الممارسات. هم مش قلة قليلة، هم كثرة. مش قلة قليلة، هم كثرة، لكن بنقول بعض حتى لا نعمم، عشان كده أنا بأثني على أسلوب حضرتك في إلقاء الـ السؤال، إن حضرتك لا تعمم القاعدة، لكن للأسف
الأمر ده كثير، وإحنا هننبه على الحكم الشرعي في احتكار السلع، وخير الناس أنفعهم للناس، فالتاجر الشاطر هو اللي بيحرص على حسنة الدنيا وحسنة الآخرة، مش بيحرص بس على حسنة الدنيا ومش بيفكر في حسنة الآخرة. شكر الله لك أستاذ أحمد. ست أم أحمد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. جزاك الله كل خير باللي بتعمليه والله يا دكتورة، وتعلمنا منك كتير. أنا عن نفسي اتعلمت منك كتير، يعني الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الله يبارك في حضرتك يا رب وفي حبايبك ان شاء الله. امين اجمعين. بعد اذن حضرتك عندي كذا سؤال، بس يا ريت يسعد صدرك ليا. الله يبارك لك. مع سيادتك اتفضلي. اول حاجه عايزاك تدعي البنات، الله يبارك لك، لان انا ام وبنات يتعدوا سن ال 30 ومتعلمين وعلى قدر من الجمال والحمد لله، بس النصيب لسه. ولما جه النصيب لبنتي الكبيره ودخل ورحبنا بيه، وبعد كده الانسان ده الله يسامحه بقى ويسامح اهله، وبعد ما عملنا الخطوبه وصرفنا وعملنا مشي ورا كلام اهله. في الاول قلنا له يا ابني، اما اهله رفضوا قلنا له لا، ما دام اهلك رفضوا خلاص، احنا كل شيء اسمه نصيب وانت واحد زي ابني وخلاص. قال لا، وعمل المستحيل ورجع لنا تاني، وبعد كده ما قدرش ده ولغى كل الكلام اللي هو اتفق معانا عليه. ومع ذلك برضه عشان كلام حضرتك اللي انت قلتيه وانا عارفه الشرع، رديت له شبكته كلها، حتى الهدايا اللي كان جايبها رديتها. احسنتي. والحمد لله. لا الحمد لله، انا ما اقبلش حاجه زي كده على بيتي وعلى اولادي. نعم. فالحمد لله. فانا بقى بس بقى يعني دي اللي تعمل كده في بنت، و يعني دي جزاتها ايه عند ربنا وهو جزاته ايه عند ربنا، وفي الاول وفي الاخر انا عارفه ان النصيب بايد الله وربنا. نعم. هو الواحد. وبعدين والله الواحد في المواقف اللي زي دي ما يزعلش يا ست ام احمد. عارفه ليه؟ عارفه ليه؟ لانه يعني الموضوع بان على طول. مش احسن ما كان لو اتجوزها ودخل بيها وجات لنا بقى بعيلين ولا عيل في ايديها؟ يعني الامور لما بتبان من بدري بيبقى ارحم والله بالفتاة. الحمد لله الحمد فنحمد لله. فنحمد الله، ده مش حاجه تزعلنا، ده احنا لا في لا والله ده احنا والله في الرعايه الخاصه، فاحنا نقول الحمد لله. الحمد لله. والله انا حجبت الله وعارفه ان الشيء نصيب، بس انت عارفه قلب الام، مش هقول لك اكتر من كده. قلب الام هو بس ربما هو برضو يكون حس ان هو مش هي دي الزوجه. ما اصل هي الخطبه مش نهايه المطاف، هي مشكلتنا ان احنا بنتعامل مع الخطبه كانها خلاص، يعني ده كانهم اتجوزوا. لا، هو المفروض بيدرسها وهي بتدرسه، يا نكمل يا ما نكملش يعني. ايوه. لا انا والله مش معترضه الحمد لله، بس انت احنا في مستوى مجتمعي ما بيبصوا للبنت اللي عدت ال 30. لا ابالي. لا أبالي. فالحمد لله الحمد لا لله. لا، افرحي ببناتك واستمتعي بيهم، يتجوزيهم صح، يتخليهم معاكي قاعدين. لا لا الحمد لله، انا مقتنعه بكده ومؤمنه موحده. خليهم يترقوا في العلم اكتر واكتر، يعملوا كورسات، ينزلوا يشتغلوا، يثبتوا نفسهم. المراه لله. الان يعني غير قبل كده، والشرع الشريف لله. مع أن المرأة تاخد تتقلد المناصب، ومع أن المرأة تترقى في مدارك التعليم المختلفة والمتنوعة، تقتحم كل المجالات، ولازم ده نزكيه في بناتنا. مش فكرة كأني شايلة البنت على راسي أنا لازم أجوزها. لا لا لما لا لا لا. يأتيها الأجل بتاعها اللي ربنا أذن فيه بالزيجة سيأتي. إحنا ندعو الحمد لله. ندعو بالصالح والصلاح في الدنيا وفي الآخرة، وحنقول الدعاء نذكر به، مع أن أنا أديهم قوة يا ست أم أحمد، مش هوقع معنوياتهم، أقول لهم لا تبالوا ولا كأن أنتوا هم قاعدين معاكي في صيانة. لما تخرج بالظبط، أما تخرج بنتي هياخدها واحد لازم يكون قد أن بنتي قدها له، اللي أنا تعبت في تربيتها، اللي أنا ربيتها، اللي أنا علمتها، اللي أنا كبرتها، مش هروح أرميها والسلام. لا، فده عايز إن إحنا ننقي وناخد وقتنا، ونحمد الله إن الحاجات بتبان وإحنا لسه برة قبل. الحمد لله. تمام. الحمد عشان بس أنا عايزة السؤال التاني سريعا، معلش عشان الوقت. يعني يا حبيبتي ماشي. أنا كنت يعني الأول قبل ما كنت بقطع في الصلاة، بس أنا دلوقتي بصلي مع كل فرد فرد والحمد لله، وبصلي السنن ولله الحمد. في مقولات كتير، لا انت تبتي الى الله صلي الفرض وصلي السنن، فانا مقتنعه ان القضاء لازم ابرامه، يعني لازم ان انا اقضي القضاء اللي عليا، لان ده دين في رقبتي.
وولد يعني. هي الصلوات دي سنين ولا أيام يعني كان يفوت؟ والله بقى أنا سنين تعتبر سنين برضو، في كنت بقطع والولاد صغيرين. فحضرتك عايزة تسألي أخد بأي رأي من آراء الفقهاء أني أقضي ولا أكتفي بالسنة؟ أنا من ساعة ما حجيت خدت على نفسي عهد أنه أصلي مع كل فرد فرد، لأن أحسنت. كان بقول الطلبة استعرفت وهذا أن هي لا ده بثوابها بس، لكن وهذا هو الأحوط. ده السؤال الثاني. السؤال معانا وقت يا استاذ. طيب معلش يا ست ام احمد، سيب السؤالين الباقيين في معاهم عشان احنا لازم نطلع الفاصل، وبعد الفاصل ان شاء الله نبدا في الرد على اسئله حضراتكم بتيسير الله تعالى واذنه. مرحبا بكل السادة المشاهدين. الأستاذة هدى متوفي والديها، كان ليها أخوها بياخد باله منها، وبعد ما تجوز بدأ يهملها، وهي لديها يعني إعاقة في اليدين. بتقول أنا كل ما بصله زوجته هي اللي بتمنعه من الصلة، فهل هناك حرج علي؟ يعني هل أنا كده بضايقه؟ هل لا أنت استمري في الصلة ولو بالقليل، انت بتسعي في الخير وباب باب الخير. انا لما بسعى بالخير بيفتح للانسان بفعل الخير ابواب الخيرات، وهيرجع ان شاء الله لك. وسلي الله سبحانه وتعالى انه ربنا يصلح الاحوال بينك وبينه، وانه يصلح الاحوال بينك وبين زوجته، وان ربنا سبحانه وتعالى يسخرها ويسخره لك. تدعي ان ربنا يسخرهم ليك ويصلح الاحوال بينك وبينه. بالعكس أنا عايزاك تستمري ولا تيأسي، والدعاء الإنسان يحرص عليه، فاللي هو شايفه مستحيل يتحقق بتيسير الله وفضله يتحقق. سؤالك الثاني الخاص بأنك عايزة تقترضي من أجل الحصول على الأطراف الصناعية، فعندك حالة من الاثنين، مال مقابل مال أو الذهب بزيادة في الرد. طبعا احنا عندنا قاعدة شرعية بتقول المفترض ان انا لما باخد مال ارجعه مال نفس القدر اللي خدته ارجعه. خدت ذهب انا 5 جرام ارجع 5 جرام، الذهب بالذهب مثلا بمثل، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام علمنا، وكذلك المال الاتنين فيهم ربا. طيب انا دلوقتي مش لاقي اي باب يعينني على ان انا اقدر اشتري الاطراف دي، يبقى انا عندي قاعدة اخرى أن الضرورات بتبيح المحظورات، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. تسدد في وش الأبواب ومش لاقي غير باب الاقتراض، وأنا في شدة الاحتياج لهذه الأطراف الصناعية لكي أستطيع أن أنا أباشر أمور حياتي اليومية. فلو هناك، إذا خلاص ما فيش عندي أبواب أخرى، يبقى في الحالة دي تقدري تقترضي بأي صورة، إن صورتين زي بعض. ولو هناك باب آخر طبعا يكون أولى، وطبعا بنناشد أهل الخير اللي ممكن يساعدوا هدى إذا قبلت أنه يوفروا لها الأطراف الصناعية. ما علينا غير أن احنا بنعطي رقم الهاتف وبيتواصل الطرفان، ما احناش جهة تأكد أو تحقق، مجرد أن احنا من أراد ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لما يحب ربنا ويرضى. الأستاذ أحمد بيتكلم في ظل الظروف الاقتصادية والتضخم العالمي اللي موجود واللي بينجم عنه زيادة في الأسعار، بتعاني منها أو بيعاني منها الآن العالم كله، فهو عايز نصيحة للتجار اللي بيحتكروا السلع وبيخزنوها وبعد كده يبتدوا يطلعوها للناس لكن بسعر أعلى. هنحرص على كلمة بعض التجار. الاحتكار طبعا من الأمور، ده معلوم، من الأمور المحرمة شرعا، وجات فيها أحاديث شديدة اللهجة. اشتملت الأحاديث النبوية على لعن المحتكر. اللعن اللي هو إيه؟ أن يطرد من رحمة الله، يا خبر، والتوعد بالعذاب الشديد في الآخرة، والمال الحرام اللي بيأكله ده لعنة عليه في الدنيا والآخرة، وخلط بهذا الحرام الحلال. أنت النهاردة بتدخل قرش حرام على الحلال اللي عندك، إن الحرام إذا دخل على الحلال يبعثره، وإن الحلال إذا دخل على الحلال يكسره.
فأنت محيت من نفسك البركة وأدخلت حراما وطعمت حراما أنت وأولادك عشان ظن أن دي شطارة. الشطارة لا تكون في طعام الناس ولا فيما يقتات به الناس، بالعكس إحنا في مثل هذه الظروف حسبة لله تعالى، وإن الإنسان وفاء إلى تراب هذا الوطن إن إحنا نبقى الناس مع بعضها، لأنه ده ظرف عالمي مش ظرف محلي فقط. فأنا النهاردة لما أتاجر بقوت الناس وأعمل هذه الأفعال المنكرة، ده شوف حضرة النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك ده وجب عليه إنه ده ملعون لما يلحق بالناس من التضييق اللي احتوا بتحطوهم فيه. بعض التجار، مش عايزة أقول أغلب تاني، حاضر، بعض التجار اللي بيوقعوا الناس في تضييق وضيق وضرر، بيوقعوهم بضرر باقتصادهم، بيوقعوهم بضرر باقتصادهم وبيعملوا اختلال في الأسواق بسبب الاحتكار اللي بيعملوه. والحديث معلوم إن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر إلا خاطئ، لا يحتكر إلا خاطئ، يعني وقع في خطيئة، وقع في خطية، وقع في ارتكاب محظور. وقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغلي عليهم، عايز بقى يعمل الشطارة، كان حقا على الله أن يقذفه في معظم جهنم رأسه أسفله، رأسه أسفله. طب ده اللي يعني هيتفسح كده في جهنم وراه يقذف من رأسه في النار. أحاديث فيها لمن يفقه ومن يتعلم، وإلى غير ذلك من الأخبار الدالة بعمومها وإطلاقها على حرمة الاحتكار، إنه هذا المحتكر ملعون معذب في نار جهنم. اللي بقى عايز يدخل في هذه الدائرة يصنع ذلك، الذي يتقي الله في الناس ويقول لا ده أنا النهاردة في ظرف عالمي، في ضغط عالمي بسبب التضخم، سبب أي شيء، الحروب، اللي كل تصرفات بني آدم التي تؤدي إلى مثل هذه الظروف، فيقول أنا هكون مصدر باب رحمة للخلق، فأنا هنزل في السعر بتاعي. التاجر ده ينزل والتاجر ده ينزل والتاجر ده ينزل، تقوم الأسعار، نعاون. مش لازم أكسب العشرة، مش لازم أكسب 100%، خليهم 50%. يقول لك ما كل حاجة حواليا بقت غالية، تاجروا، أحسنوا التجارة مع الله، يرجون تجارة لن تبور، كونوا من هؤلاء الذين يرجون تجارة لن تبور. وبلا شك إنه يجوز لينا شرعا، يجوز للجهات المختصة إنها تعاقب، تسن القوانين لمعاقبة المحتكرين، وده شيء إحنا بنناشد بيه وبنأكد على حسن تطبيقه، بإنه تحدد تمن السلعة لما المسألة كده تدخل فيها الاحتجار عشان تتباع السلعة بتمنها الحقيقي. فإن رفض البائع المحتكر ذلك إلا إن هو يبيع بما شاء، يجبر على بيعها ذلك، إنه في ضرر مترتب على ذلك، وبيتم معاقبته بما ترى هذه الجهات المختصة بالعقوبة المناسبة لجرمه من أجل ردعه عن إنه يتلاعب بأقوات الناس. يتبقى سؤالين إن شاء الله غدا نجيب عنهم، أو سؤال، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والإخلاص في الأمر كله، ونتوجه إلى الله تعالى بخالص الدعاء امتثالا لقول ربنا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام، اللهم إنا نسألك بمحمد نبيك وإبراهيم خليلك وموسى كليمك وعيسى نجيك وروحك وبتوراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد صلى الله عليه وسلم وبكل وحي أوحيته نسألك. نسألك يا مولانا نصرا عزيزا، نسألك يا مولانا فتحا مبينا، نسألك يا مولانا عزا عظيما، يا من بيده ملكوت كل شيء، إنك على كل شيء قدير، نسألك يا الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، واقضي لنا يا مولانا في الدنيا والآخرة جميع الحاجات. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا،
بحول الله لا يقدر علينا، بحول الله لا يقدر علينا، بحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. يا من كنت قبل كل شيء والمكون لكل شيء والكائن بعد كل شيء، اللهم اجعل لغزة وفلسطين والسودان وسائر بلادنا فرجا ومخرجا، اللهم اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا بحق، ليس لها من دون الله كاشفة، ليس لها من دون الله كاشفة، ليس لها من دون الله كاشفة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. اللهم آمين. نستودعكم عناية الرحمن الرحيم.